الزمالك وبيراميدز، ويتألق ويستأسد شريف إكرامي أمام هجمات نادي الزمالك، وينقذ نادي بيراميدز من هزيمة محققة، من هزيمة محققة بأمانة. يعني شريف إكرامي النهاردة عمل ماتش عمره، لو بيلعب كده عمره ما كان مشي من النادي الأهلي وعمره ما كان قاعد على الدكة، لكن النهاردة بيعمل مباراة قوية جدا 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 أمام نادي بيراميدز، وبينقذ نادي بيراميدز من هزيمة محققة. أول حاجة طلع في انفراد بدماغه كده بره 18، شايل بلاوي متلتلة النهاردة. الجون اتلعبت عكس اتجاهه من مصطفى محمد، جون التعادل، والجون اللي سجله أحمد الشيخ كفأه به الله سبحانه وتعالى أنه يقدم نفسه بصورة كويسة للمسؤولين في نادي بيراميدز، لدرجة أنه ذهب مهنئا الكابتن هاني سعيد اللي صمم على الحصول على خدماته، وفي نفس الوقت بيعاقب المسؤولين اللي هم سخروا منه وتطولوا عليه في نادي الزمالك بعد توقيعه لنادي الزمالك وخيانته وعدم الحصول على خدمات. فالنهاردة المباراة أول حاجة نتيجتها عادلة بين الفريقين، الاثنين كان لهم هجمات، الاثنين كان لهم صولات وجولات في مباراة اليوم، لكن اللي زاد عن مرماه ببسالة هو الكابتن شريف إكرام. النهاردة مباراة اليوم أنا بشوف فيها أن مستر باتشيكو لازال بيخرف، وهو أضعف عنصر في فرقة الزمالك، أضعف عنصر في فرقة الزمالك. لا هتقول لي أحمد فتوح ولا حازم إمام ولا عبد الغني ولا محمود علاء ولا أبو جبل اللي وراهم ولا فرجاني ساسي ولا طارق حامد ولا أشرف بن شرقي ولا حميد أحداد ولا أحمد سيد زيزو ولا مصطفى محمد، ولا حتى مع التغييرات نزول شيكابالا نزول أوناج، مش هم دول نقطة الضعف. نقطة الضعف هو مستر باتشيكو. مستر باتشيكو قدراته أقل من إمكانيات لاعبي نادي الزمالك. خلينا أكلمك بكل أمان، لاعبي نادي الزمالك كأفراد مميزين جدا، كفريق يعزف كرة جماعية ممتعة وهجومية ممتعة تستغل قدرات وإمكانيات لاعبي نادي الزمالك. ده في الشق الهجومي ده أنت عندك ناس مرعبة، عندك ناس مرعبة، لكن لا يتم في الشوط الاولاني بيلعب بطريقه والله زمان يا سلاحي، وخايف جدا من نادي بيراميدز ومستكين ومستسلم الى الدفاع ويهاجم على استحياء. ما هاجمش غير في الشوط الثاني مع نزول شيكابالا وخروج احمد سيد زيزو. مشكله الزمالك النهارده في مركز 10 اللي هو مكان مين هيلعب مكان يوسف اوباما، بيجي بيلعب اشرف بن شرقي بتفقد امكانياته على الخط، وحميد احداد لسه ما بقاش فورمه، واحمد سيد زيزو لما بتجيبه بتلعبه في 10 برضه بتفقد امكانياته وقدراته على الخط. شيكابالا حتى لما نزل في هذا المركز برضه يعني ما كانش مؤثر قوي زي ما بيلعب هاف رايت. لكن بصفه عامه باتشيكو ما عندوش التاتش ولا عنده الجمله اللي تخلي، ما عندوش حاجه اصلا في الكرات الثابته، يعني حتى في الكرات الثابته ما فيش حسن استغلال ليها. شفنا شيكابالا بينشل فوق في كشافات النور وبيرد عليه عبد الله السعيد، حتى الاثنين كانوا ايكوال في مساله التشليت في الضربات الثابته الاثنين عبد الله السعيد وشيكابالا. لكن بصفه عامه باتشيكو ما فيش حاجه، بيرص لعيبه بتنزل، لكن اللعيبه امكانياتها عاليه جدا. انا بقول ان اللعيبه دي قدراتها تفوق امكانيات مستر باتشيكو اللي ما حطش اي تاتش غير من يوم ما جه. مفيش جمله هجوميه، ما في يا راجل. اللي كان قبليه مستر باتريس كارتيرون كان حرك الدنيا. اسمه ايه ده يوسف اوباما عمره ما كان بيكمل بالهيدرز، عمل جمل من اليمين ومن الشمال ومن العمق، وامتى بيخرج فرجاني والعرضيه بتتلعب ازاي ومين بيخش ومين بيخرج في الضربات الركنيه. كان محمود علاء بقى هداف الدنيا بحالها من خلال الركنيات والكرات الثابته، كان الونش بيطلع يسجل، كان عبد الغني بيطلع يسجل. لكن النهارده كان الاثنين الهاف رايت والهاف ليفت كانوا بيضغطوا جامد جدا، كان عبد الله جمعه بيطلع وشيكابالا والواد محمد عبد الشافي بيطلع وهناك حازم امام بيطلع واحمد عيد بيطلع. النهارده رصصهم للدفاع مما يعني الخوف الشديد جدا من وقوع اي هزيمه مفاجئه تسيء الى مستر باتشيكو. لكن انا شايف ان مستر باتشيكو دون المستوى، هيلعب افريقيا يوم 23، بعد كده عنده مباراه القمه يوم 28، وبالتالي مستر باتشيكو اللعيبه امكانياتها وقدراتها اعلى منه، هو لا يحسن استخدام او توظيف امكانيات لاعبي نادي الزمالك في هذه المباراه.
ولا حتى الراجل الارجنتيني اللي جايبينه في بيراميدز برضو الاداء عادي وروتيني، مفيش ابداع، مفيش جمل، مفيش حسن استغلال للضربات الثابته ولا جمل بتتعمل. شوف عمك موسيمان اللي خلى الاهلي معاه بقى شكل تاني في الضربات الثابته، بقى بيعمل ايه في القرانين، بقى بيعمل ايه في الركنيات، بقى في شكل، في جمل، حتى في الشكل الهجومي في جمل. لكن انت النهارده خايف، وخايف من مين؟ من بيراميدز. بيراميدز اللي الاتحاد السكندري كسبها 2-1، وانت نادي الزمالك وانت عندك امكانيات رهيبه جدا. هنجيب منين امكانيات وقدرات اعلى من تشكيله نادي الزمالك الا النادي الاهلي اللي بيساويه في الشعبيه والجماهيريه والعناصر والامكانيات والقدرات الفرديه. لكن باتشيكو، خيبه باتشيكو قال جاي لي في المؤتمر الصحفي شايفه قدامي هو عمال ينفعل وبتاع على اسئله الصحفيين، اداء الزمالك دون المستوى، لا يحسن باتشيكو استغلال قدراته وامكانيات لعيبه نادي الزمالك. ايوه لعيبه نادي الزمالك كعناصر ممتازه طبعا، وانا اللي هنفخ فيهم وانت محتاج ان انا انفخ فيهم. بص يا ابني كل خبراء مصر قبل قمه القرن قال لك 50-50 الا واحد في مصر، اونكل ابو المعطي زكي، قال لك باذن الرحمن الاهلي كسبان القمه وكسبان الكاس مصر والسوبر الافريقي ان شاء الله. مش معنى كده ان انا بقلل من امكانيات نادي الزمالك خالص، امكانيات نادي الزمالك امكانيات عاليه. هو انت قارنهم كعناصر فردية مش هتلاقي حد موازي لهم في مصر غير النادي الأهلي. قارنهم هتعرف إمكانياتهم إيه وقدراتهم إيه وحلاوتهم إيه. لكن لما تيجي تقول لي إن اللهم صل محمد إن باتشيكو عمل إضافة، باتشيكو ما عملش إضافة، وباتشيكو أسوأ ما في فرقة نادي الزمالك. وأعتقد إن ظل خائفا مرعوبا مرتعدا بهذا الشكل وحقق النادي الاهلي فوزا كبيرا في مباراه القمه القادمه سيتم اقالته، سيتم اقالته، سيتم اقالته. انا اللي بقول لك سيتم اقالته لو خسر القمه القادمه. ليه بقى؟ ميزه مستر باتريس كارتون اللي مشي مع الزمالك كان بيعرف يكسب الاهلي ازاي. ميزه موسيماني انه في اول مباراه قمه عرف يكسب الزمالك ازاي. لو كسبوا لتاني مره في شهر، ما القمه اللي فاتت كانت 27، هيبقى ايه؟ جود باند جود لاك مستر باتشيكو. بقول لك وانت مغمض، هي دي الكوره وهي دي اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ففرقه الزمالك فرقه كعناصر فرديه ممتازه، وطول عمري بقول الكلام ده. كان معاهم مستر باتريس كارتيرون كان عامل فرقه كويسه جدا واداء ممتع جدا، حتى لما كان بيلعب النادي الاهلي ويوم ما كسب النادي الاهلي 3-1 كان بيدافع، بس كان في شكل للهجمات المرتده السريعه والتسجيل. لكن حتى لما كسب الاهلي في السوبر طول الوقت بيدافع وعاوز يوصل لضربات الجزاء الترجيحيه، ووصل لها وكسب، لكن عنده حاجه في دماغه. لكن مستر باتشيكو ما بلاقوش عنده حاجه في دماغه الصراحه. مستر باتشيكو واقف بس بتنطط وعمال ايه على الخط مع فاول مع اوت مع اعتراض على حكم وكلام بالشكل ده. ففرقه نادي الزمالك كعناصر ابو جبل، طب ما هو ابو جبل هو الحارس البديل لمحمد الشناوي، محمود علاء والونش، الونش تحطه في دفاع منتخب مصر وتشوف مين هيلعب جنبه، حق ربنا. وعندك احمد فتوح، ما هو باك ليفت منتخب مصر والمنتخب الاولمبي. حازم امام امكانياته وقدراته عاليه جدا، لكن من بعد الاصابه لم يستعد امكانياته. طارق حامد بيتحط في منتخب مصر وتشوف مين اللي بعده برضه، وفرجاني ساسا بيتحط في منتخب تونس وبتشوف مين اللي بعده. بن شرقي ما اعرفش، مش ده بن شرقي، مش ده، رغم انه قبض فلوس خد شيك ب 12 مليون جنيه، يعني خد كل فلوسه القديمه ملوش اي حجه. احمد سيد زيزو من ساعه ما بدا يتكلم في موضوع عقده ومع عقده ما بقاش برضه احمد سيد زيزو. حميد احداد راجع لسه لم ينسجم مع زملائه. مصطفى محمد ما فيش كره بتروح له، والكره اللي بتروح له النهارده عكس الاتجاه، عمل التعادل، عمل التعادل. فاللي انا عاوز اتكلم فيه، وبرضه هتيجي على الفريق الاخر، فريق بيراميدز بيضم لعيبه طبعا بتساوي ملايين. يكفي ان احمد عندك احمد فتحي وقباله طارق طه، طارق طه ده كان البديل في الاسماعيلي بيلعب النهارده اساسي، وعلي جبر واحمد سامي اللي جاي من المقصه، قدامهم دونجا ومحمود حماده وعمر جابر، قدامهم عبد الله السعيد وإريك تراوري وجون انتوي، وفي حراسه المرمى شريف اكرام. طبعا الطموح الكبير رمضان صبحي مطرود من المباراه الماضيه بعد الاعتراض على حكم المباراه بعد هزيمه نادي بيراميدز امام الاتحاد السكندري 2-1. فالامكانيات لعيب نادي الزمالك كبيره، هو لم يحسن استغلالها مستر باتشيكو. الجزئيه الاخرى، الجزئيه الاخرى امانه ربنا لازم اقولها وحق ربنا لازم اقوله، لان الكلمه حق والكلمه نور وبعض الكلمات قبور. النهارده شريف اكرامي مستواه احسن من المباراه الماضيه،
وزاد على المرمى ببساله وطلع في عرضيات كتيره جدا والتقط كرات كتيره جدا وشال انفرادين يا راجل. واحد اونجم اونجم رايح في انفراد عمال يقول عمال يبص بعينيه استنى حد جاي. هو انت مستني حد يجي؟ ده تشيب باص من فوق اكرامي بقى جون والزمالك فرح. معقوله يبقى اللعيبه بتاعت نادي الزمالك الاطراف المهمه بتاعت نادي الزمالك اللي بيقبضوا بالدولار مش متمرن على واحد لواحد؟ ده انت وحارس المرمى يا عم. ده لو كان عم حارس كان جابها، لو كان شيكابالا اللي هو عامل غرفه الملابس بتاع الزمالك كان جابها، اي حد كان يجيب. ده انت واحد لواحد قدام شريف اكرام. رحت وشريف اكرام زي الاسد خدها ملقاط من على رجليه، لا فيها شبهه ضرب الجزاء ولا حكايه ورواه. لكن لما الكاميرا تتعاد وهو عامل الزوم عليه هتلاقي عمال يبص محمد ابو نجم مين اللي جاي حد جاي. يا ابني ده انت والجون اصلا، ده انت والجون ومن نص الملعب عامل الانفراد. فبالتالي ده برضه تقول باتشيكو وتقول ان لعيبه نادي الزمالك ما عندهاش الثقه في نفسها. عشان كده بقول لك مباراه القمه من 28 هتبقى في منتهى 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 الخطوره. طيب النهارده المباراه اصلا كانت رخمه ودمها تقيل، لكن من بدايه المباراه الحكم محمد عادل يجب توجيه التحيه له، حكم عادل جدا 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 جدا، والغى هدف لبيراميدز بداعي التسلل. ما اعرفش بقى هم هيقولوا ايه، لكن انا شايفها تسلل يعني بالشكل اللي احنا شفناه، شفناها تسلل في الدقيقه الثانيه. كان من عيوب هذه المباراه ان لاعبي نادي الزمالك طول ما هم ما بيهاجموش، يعني الى حين نزول شيكابالا كان كل فاول وحتى بعد نزول شيكابالا كل الناس بتعترض، كل اللي في الملعب على اي فاول اي اوت اي تسلل اي حاجه، اللعيبه نازله عينها على الحكم مش عينها على انها تكسب. وده دليل افلاس، دليل ان هم مش ما عندهمش حاجه يقدموها غير بشكل فردي. مفترض الكوتش اللي بره ده يبقى بيظبط الدنيا، لكن النهارده كمان اجي الاقي كابتن مدحت عبد الهادي الشوط الاولاني خلص راح يعترض على محمد عادل، والاقي هاني سعيد راح يعترض على محمد عادل اللي هو الحكم الدولي، وانا شايفه حكم ممتاز وقدم مباراه رائعه. ففي نوع من يعني لما انا بشوف لعيبه مركزه مع الحكم قوي مركزه مع الحكم قوي، لا بعرف ان هم عندهم يعني ايه عدم تركيز في ادراك الفوز. انا شايف ان ابو جبل انقذ واحده رائعه جدا في الدقيقه 45، الكره اللي راحت له في الشوط الاولاني اللي طلعت في العارضه من طارق طه. لكن كان في عرضيات من احمد فتحي على استحياء، لكن طارق طه كان بيطلع اكتر مستغلا عدم تقدم حازم امام نهائيا نهائيا نهائيا، مثبت حازم امام واحمد فتوح والاثنين اللي في القلب والاثنين اللي قدامهم، وكان فرجاني بيتقدم على استحياء. فكان في عرضيات كثيره كانت بتتشتت، لكن برضه ما كانش في فرص غير تسديده مصطفى محمد وانقاذ الشناوي في الدقيقه 25. لكن مع بدايه الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني خلاص بقى الدنيا كده. لكن كان في تمريره طوليه حلوه جدا وراسيه جميله وانقاذ روعه من شريف اكرام، وانقاذ روعه من شريف اكرام. شريف اكرام صهر الطموح، لكن عامل ماتش حلو النهارده، عامل ماتش حلو. في الدقيقه 62 نزل شيكابالا بدل زيزو، نزل احمد الشيخ، الدنيا اتحرك. من الدقيقة 62 دي ماتش جديد، انسى اللي فات ما كانش مقنع بالنسبة له، كل فريق بيدافع وكل فريق خايف من التاني، والهجمات من هنا على استحياء ومن هنا على استحياء. النص ساعة ده كرة الكرة وجمال الجمال من الفريقين. جاء في الدقيقة الاوفر اتعمل من عبد الله السعيد لأحمد الشيخ، خبطت في رجله وراحت في البعيدة ودخلت تتهادى تتهادى، لا لاقي حد يشيلها وكل واقف عمال يبص عليها كأنها الحلو فايت والعيون بصاله، يعني ما تعرفش لحد ما دخلت في محمد أبو جبل في البعيدة. بعدها محمود علاء عمل تسديدة روعة الروعة روعة الروعة، تصدى لها شريف إكرامي ببراعة لحد ما جه في الدقيقة، نزل محمد أونجم في الدقيقة 71 عمل عرضية روعة لمصطفى محمد عكس شريف إكرامي راح على اليمين، أما هو حط رجله كده أما حاططها له في الشمال وتعادلوا. الجونين جايين الاثنين في 8 دقايق، في 8 دقايق هدفي المباراة في 8 دقايق، لكن كان المباراة سخنت، كانت المباراة سخنت يعني كده. فبعدها في انفراد أونجم ده بقى اللي لازم يتحاسب عليه الأستاذ محمد أونجم، وشريف إكرامي يستحق عليه مكافأة، لو أنا موجود هقول لهم اديله 7-8 مليون جنيه هدية أو مكافأة على هذا الإنقاذ، لأنه عنده تركيز شديد جدا
انا قلت هاخد ضربه جزاء، قلت ونجم هو بقى طالما ما عندوش واحد لواحد يتصرف الزارع عشان ياخد ضربه جزاء. لقيت شريف اكرامي ماسك الكوره ولقيتها بايديه، وفي الدقيقه 78 بقى نزل احمد توفيق وخرج عمر جابر، تسديده من بن شرقي بتخبط في الدفاع وركنيه. دقيقه 85 بقى عبد الله بجوار القائم على شمال ابو جبل. 87 انقاذ روعه الروعه من شريف اكرامي من تسديده محمود علاء ببطن رجله في البعيده من سحريه مصطفى محمد وشيكابالا في الكشافات وعبد الله سعيد في الكشافات، وتنتهي المباراه بالتعادل 1-1. وزي ما بقول لكم ان مستر باتشيكو يتحمل مسؤوليه عدم فوز نادي الزمالك في هذه المباراه، ويتحمل مسؤوليه اداء الزمالك الفني المتراجع. اللعيبه دي مش شغل مدرب، ده شغلها، ده اداء، لانه مثبت الطريقه ومثبت الشكل واللي مفيش اي حاجه فيها اي اضافه في الفرقه. طيب واحنا بنتكلم عن